viewers and welcome to my channel Qirat of Quran. Viewers, आज जिस सूरत की मैं तिलावत करने जा रही हूँ वो सूरत तहरीम है. सूरत तहरीम कुरान पाक की 66 सूरत है. इसकी 12 आयात है, 2 रुकवात है और ये मतनी सूरत है. व्यूअर्स, सूरत तहरीम कुरान पाक के 28 पारे की आखिरी सूरत है. इसकी फजीलत है जो कोई इस सूरत को 21 बार पढ़कर दुश्मन के पास जाए वो इस उसके साथ मेहरबान होकर पेश आएगा. अगर कर्जदार हो तो उसका कर्जा उतर जाएगा. अगर कोई अंदेशा है तो जाता रहेगा. आइए अब इस सूरत की तलावत से मकामाते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلتوا أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعد فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن تلقكن أن يبدله أزواج غير منكن مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات صائحات سائبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والجبارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما ذون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله هو مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تأبتين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا و صدقت بكلمات رب
हाँ वो कुतुब ही वकानत मिनल कौन तीन सदकल्लाहुल अज़ीम।